دكتور، يعني ربما هناك بعض الاعتقادات العامة فيما يتعلق بالأمور الشرعية قد تكون سائدة وفيها يعني ربما نقول من التفريط عند البعض بسبب عدم، أو نقول ربما يكون هناك جو إيماني جمعي خصوصا مع بداية عشرة ذي الحجة، التأكيد على فضلها وعلى فضل الأعمال الصالحة فيها وعلى فضل ما يقدم فيها المؤمن من حج أو عمرة أو صدقة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك، ثم ينتهي هذا التحفيز الإيماني عند اليوم التاسع، بالتالي مع دخول يوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك ربما يكون هناك فتور بالهمم، يعني لأن اليوم التاسع هو ختام هذه الأيام الفاضلة الطيبة المباركة. لكن أنا أمام أو إزاء حديث لرسول هدى صلى الله عليه وسلم وكأني حقيقة أقرأه لأول مرة، قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر اللي هو اليوم الحادي عشر الذي سيكون إن شاء الله غدا وهو أول أيام التشريق. ما يتعلق بأهمية أيضا توعية المسلمين في كل مكان بعظم يوم النحر الذي نعيشه وأنه أعظم أيام الدنيا، ثم كذلك هناك فرصة عظيمة جدا للمسلمين في اليوم الحادي عشر، كثير من الهمم قد تفتر في هذه الأيام، فما هو التوجيه أحسن الله إليكم شيخنا الكريم؟ من المهم جدا أنه مسألة مثل ما ذكرت أنه الأوقات متفاضلة، فعندنا مثلا ليالي رمضان هي أفضل الليالي على الإطلاق، وما يتعلق بعشر ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق. إحنا عندنا عمر الإنسان محدود، لما نتأمل في أعمارنا يعني كم سيعيش الإنسان، 60 أو 70 أو أكثر من ذلك، فيبقى يعني مقدارا زمنيا محدودا، لكن من فضل الله تبارك وتعالى أنه أتاح لنا مثل هذه الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات، بمعنى أن الإنسان قد يعمل عمل يسير أو في وقت يسير أيام معينة محدودة أو ليالي محدودة كما في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان أو في ليلة القدر، ومع ذلك يكتب الله تبارك وتعالى له إذا قبل ثواب سنوات طويلة خير من 1000 شهر كما في ليلة القدر. الله، ومثل هذه الأيام العظيمة، هذه من نعمة الله تبارك وتعالى، نأخذ من هذه الزاوية. التفاضل أيضا وارد، يعني فعندنا مثلا عشر ذي الحجة أيامها أفضل من أيام رمضان، لكن ما يتعلق بالليالي ليالي رمضان أفضل من هذه الأيام. طبعا لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بمعنى كأنها سباق بين الأيام على سبيل من أفضل ممن، لكن الأمر المهم أن الإنسان يستغل ما يتاح له من فرص. نعم، أيام التشريق هي من الأيام الفاضلة، وحذبتها في الحديث عند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأيام يوم النحر، وهو آخر أيام العشر ذي الحجة، ففضله ظاهر وفيه من الأعمال ما لا يكون في غيره. لكن يعني عشر ذي الحجة 9 أيام فيها أعمال، لكن ما يتعلق بيوم العاشر فيه عمل لا يوجد في بقية الأيام.